ذكراهم لم تبهت على مر السنين ولن تضيع، وإنما سيبقيان مادة حية تنهال منها كما سينهال منها أجيالنا المقبلة، ونستخلص منها الدروس والعبر. 41 عاما مضت على اغتيال المناضلين الرفيقين محمد وسعيد في أقبية التعذيب، ولم يحاسب من قتل الشهيدين، لم ينصفا حتى هذه اللحظة، ولا يعرف أين قبر الشهيد محمد غلوم بوشيري، ولا نعرف هل سوف تتحقق العدالة والإنصاف في قضيتهم. إن إسدال الستار على تلك الحقبة السوداء في تاريخ شعبنا وحركته الوطنية هو تحقيق العدالة الانتقالية على غرار العديد من البلدان العربية والأجنبية لكي تطوى تلك الصفحة السوداء. نحيي ذكرى الشهيدين محمد وسعيد في هذا العام، والأوضاع تتفاقم من سيء في منطقتنا من سيء إلى أسوأ، صراعات وحروب وأزمات يدفع الثمن شعوبنا وبلداننا. وتستفيد من تلك الأوضاع المزرية الإمبريالية العالمية التي تستنزف خيرات ومقدرات بلدان المنطقة، وبالمقابل يضيق على الحريات العامة ويتقلص الهامش الديمقراطي وحرية الرأي والتعبير والتظاهر والاعتصام. والحدث الأهم والخطير هو قرار رئيس الطغمة المالية والاحتكارات ترامب بنقل السفارة الأمريكية إلى القدس المحتلة باعتبارها عاصمة الكيان الصهيوني، الذي استنكرته العديد من دول وشعوب العالم، وتزايدت التظاهرات والاحتجاجات المناهضة لذلك القرار الجائر بحق الشعب الفلسطيني الشقيق ونضاله العادل من أجل دحر الاحتلال الصهيوني وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس. في الوقت الذي يستنكر فيه العديد من شعوب وبلدان العالم قرار الرئيس الأمريكي ترامب بنقل سفارة بلده إلى مدينة القدس المحتلة، يتفاجأ شعبنا بزيارة وفد بحريني إلى الكيان الصهيوني يدعي تمثيل شعب البحرين في الوقت الذي تتصاعد فيه التظاهرات والاحتجاجات منددة بقرار ترامب، ويسقط الشهداء والجرحى في الأراضي الفلسطينية المحتلة برصاص قوات الاحتلال الصهيوني. تأتي هذه الزيارة المشؤومة لتبارك للقرار الجائر والإجراءات القمعية الصهيونية ضد الشعب الفلسطيني الشقيق، وهي تتناغم مع العرب المهرولين من أجل التطبيع مع العدو الصهيوني. لقد رفض وأدان شعبنا تلك الزيارة التطبيعية والقائمين عليها والداعمين لها، وهي لا تمثل شعبنا الذي وقف طوال 7 عقود مع نضال الشعب الفلسطيني لدحر الاحتلال الصهيوني وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس. المجد والخلود للشهيدين محمد وسعيد وشهداء شعبنا الأبرار، وشكرا لكم. إليك سلامي مشفوعاً بملايين القبلات وأزهاراً من قلبي لك في هذا الوطن القابع في داخلك المتعب، يا فارسنا بالأمس ويا فارسنا اليوم ويا ورداً نحفظه للمستقبل. خذنا في ساعات الحزن الأبدية أطفالاً تتراشق بالقبلات الخضراء. والآن مع كلمة عائلة الشهيد محمد غلوم بوشيري تلقيها أخت الأستاذة عائشة بوشيري، فلتتفضل.
الأخوات والأخوة، أسعد الله مساءكم بكل خير. الشهداء لا يموتون، نخلد في هذه الأمسية الذكرى 41 لاستشهاد مناضلين قدما روحيهما للوطن وفي سبيل المبادئ التي آمنا بها في مرحلة سيئة من تاريخ الوطن افتقرت للعدالة وصيانة واحترام حقوق الإنسان. في 2 ديسمبر 1976 وبعد اعتقال وتعذيب شرس لمدة تزيد عن الأسبوع، استشهد المناضل محمد قلوم بوتشيري على أيدي الجلادين في سجن القلعة، ليلحق به وفي 12 من الشهر نفسه وبعد يوم واحد من اعتقاله المناضل الشاعر سعيد العويناتي. كان ذلك على أثر جريمة قتل الصحفي الشيخ عبدالله المدني رئيس مجلة المواقف، قضية تم تحويلها من جريمة جنائية إلى قضية سياسية راح ضحيتها العديد من المناضلين. إن جرائم التعذيب وعدم احترام حقوق الإنسان لا تسقط بالتقادم، فبعد مضي 40 عاما على الاستشهاد لا يزال محمد وسعيد رمزا وطنيا للنضال والعمل السياسي وضحية ما تنتجه سياسة القمع، ولا تزال قضية مقتلهما دليلا على عدم العدالة ووحشية التعذيب. ونحن نخلد ذكرى الشهيدين لا ننسى شهداء الوطن الذين سقطوا في فترات سابقة ولاحقة وعلى مدى عقود، ولا يزال حق هؤلاء ضائعا بين التجاهل الرسمي وإصرار على عدم فتح ملف المصارحة والمحاسبة وتحقيق العدالة الانتقالية وتقديم الاعتذار لأسرهم وذويهم. ذلك ما تدعو إليه اتفاقيات مناهضة التعذيب التي انضمت إليها مملكة البحرين عبر مرسوم رقم 4 لسنة 1998، والتي تجرم أي سلوك يستهدف سلامة الإنسان، كما وتؤكد على التزام الدولة بإنصاف ضحايا التعذيب وعدم حماية الجلادين وتقديمهم للمحاكمات. إن إحياء هذه الذكرى هي مناسبة للمطالبة بضرورة المعالجة الإنسانية والسياسية لملف ضحايا التعذيب لمنع تكرارها ووقف سياسة الإفلات من العقاب، وضرورة الكشف عن كل الوثائق والملفات المتعلقة بهذه القضية وغيرها من القضايا. فأولى خطوات المصالحة كشف الحقيقة ومعالجة الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان ووضع برنامج لجبر الضرر وإصلاح المؤسسات. بعد 40 عاما هل يستيقظ الضمير ليكفر عن أخطائه ويؤسس لدولة القانون والمؤسسات التي تحترم حقوق الإنسان وكرامته وتبني وطنا قائما على المواطنة المتساوية والعدالة الاجتماعية، ليتحقق حلم الشهيد في وطن حر يحفظ الكرامة لشعبه بمختلف طوائفه؟ المجد والخلود للشهيد محمد قلوم بوتشيري، المجد والخلود للشهيد سعيد العويناتي، المجد والخلود لشهداء الوطن الأبرار، وشكرا. يا هذا الليل الأسود، يا هذا الليل الأسود، قل لي هل يقدر هذا الإنسان المتحدر من أصقاع الخوف ومن حجرات مرصوصة كالموت؟ قل لي هل يقدر أن يصمد ضد التيار الهمجي المتربص بالزهرات والماء الأبيض والكلمات الذهبية؟ الآن مع قصيدة الشاعرة نادية الملاح، فلتتفضل. مساء العزة والكرامة. الشهداء نبض الأرض وماؤها، إنهم خصوبة الحياة، بهم وحدهم يتم النور مواقيته وتزهر صلاته الخافتة للسماء، بهم وحدهم نسمو وتمتحن أرواحنا، هم قيامات الحق التي لا تعقبها سوى جنان الحرية، قرابين الضوء المنسية التي تتخفى بين ذرات رمال الأرض لتنجو بنا. نحن أولئك المدفونون فوق التراب،
ما زلنا نحاول رد الظلمة ونفض غبار العتمة والعبودية عن أرواحنا، لعلنا عبروا نحو الجنان وجسرهم كفنوا، مزجوا ضياء الروح بالأقمار إذ فطنوا، مدوا على الآفاق أمنية وما وهنوا، وضعوا الشموس على الجبين أحجية وراعوا الظل وامتحنوا. ومنهم خافت الظلمة وخاف الظيم والغربال، ولا حد وصل حلمه ولا حد خذل، والوالي سابق طيفهم جدمة لجل يصرخ فرح لجيال، يمضي بالفخر دمه يروي الأرض واليامال، ويهذي الموت في قلق يبدد حيرته بزلزال، يصوغ الشمس من ألم وينسج وعد ما يحتال. بعيدا غادروا عنا وتخلد ذكرهم وانقال، وهذا اليوم مزهوا تذكر بالزمن من قال. وفعل سابق القول شهيد العز شيخ رجال، أسال الروح مبتسما ووجهه مبتهج ما زال، دفن جسمه وزرع حلمه وحصد ذكرى تسر الروح، وصوته دوم يتردد بوسط الصدر لا ما يروح، ونسمع هالصدى يرجع ونسامره نغني وياه. موطني الجلال والجمال والسناء والبهاء في رباك والحياة والنجاة والهناء والرجاء في هواك. هل أراك سالما منعما وغانما مكرما، سالما منعما وغانما مكرما، هل أراك في علاك تبلغ السماك موطني. شكرا. أنت يا نخل بلادي ها هو العصر جفاك، أنت يا نخل بلادي ها هو العصر جفاك، وغزتك الردة السوداء والقحط وأوباء الشقاء، وتعريت لأن الغرباء أصبحوا سادة هذا العصر فاشتاقوا لذبحك، ولذا أشعلوا النار وعماهم رنين الذهب العاقر في دنيا الظلام. نستكمل هذه الأمسية مع قصيدة للشاعر مهدي سلمان، فليتفضل. مساء الخير. لك عينا شهيد
لك عينا شهيد. كيف لم ينتبه من أصابك بالطلقة القاتلة؟ لك عينا شهيد، ومثلك لا يعرف الموت، مثلك يبعث في كل عام جديد شاهدا ومضيئا، وتعلو ابتسامة نصر محياك مزهوة بالرصاصات جثتك الماثلة. كيف صوب نحوك معتقدا أنه يقتلك؟ كيف لم ير ضوءا يسير وراءك؟ لم ير سرب الملائكة الحف حولك؟ كيف لم ير كفيك في خفة الناي ترسم دربا بعيدا لهذه البلاد التي تحملك؟ كيف صدق طلقته؟ كيف صدق طلقته حينما كان صدرك يشرح وجه الحقيقة؟ لو تمهل ثانية، لو تأمل عينيك، لو أنزل البندقية عن كتفيه لمحض دقيقة، لرأى نصب اللؤلؤة، ورأى أمة كاملة هي أنت، هي الصمت يرفع صوت النشيد، هي الخوف منهزما، هي يهتف ملء الحناجر، لكنه صدق البندقية معتقدا أنها ستفيد. يا لوهم الحديد، يا لوهم الحديد. النص الثاني: أقول أتيت، لم أجد ساعة في يدي غير أني تكهنت أن المساء انقضى، وعقارب ساعاته غرزت في القصيدة إبرتها ثم نامت على جسدي. لم أجد ساعة في يدي، نقط الوقت ما بين عيني لحظاته وأفقت كأني الوليد الجديد، ولم أعرف العام والشهر واليوم. لا حاضري كنت أعرفه للذي سوف يأتي، ولا ما اختبرت من العمر. هذا أنا، نصف ذاكرة النخل، نصف قساوة أسواطهم، نصف عين تحدق في عين قاتلها تتحداه، تفتح أحداقها سعة المستمر من الوقت. أنت الغبار الذي سيروح إلى منتهاه، أنا ما يجيء، أنا القادم المقبل المتقدم، مستقبل الجريان الهبوب المجيء، الوليد الجديد الوليد الشهيد. ولا ساعة في يدي لأقول متى غير أني أقول أتيت، أتيت لهذه البلاد التي تتلوى، وجرحي من جرحها جزة النعنع الغض. هذا سؤالي وهذا دمي، وذا وجهها في يدي، وذا صوتها في فمي. فأقول أتيت لتتبعني، وتقول أتيت، وتقول أتيت لأتبعها، وأقول أتيت. فلتجدوا جثتي في التراب وفي الماء، فلتجدوا جثتي في الحريق وفي الدمع. هذه الزنازين مغلقة، ودمي مثل حريتي، واسع كالسماء وكالموت. فلتجدوا جثتي في الوطن، في كلام الصبايا على العين، في زرقة الليل، في آهة من وهن. وهذه الجراح على الحلم مفتوحة، ودمي مثل حريتي، ضيق كالقصيدة والوقت. فلتجدوا جثتي في الوطن، لا أقيس الزمان بأحداثه. لم أجد ساعة في يدي لأشير إلى الوقت، لم يكن الوقت قد جاء بعد. هنا بين نظرة أمي وضحكة قاتلنا لا تمر الثواني على كتف الوقت. هذا الهدوء الذي لا يفرقه الوقت، لوم القريبين، صرخاتنا في المظاهرة، الصمت يختطف اثنين في حسرة، والأنين على فلقات السؤال البعيد، الذهول على ألم الكهرباء، والخوف داخل ماء من الوهم. لن تجد الوقت في نظرة السائلين لماذا، ولن تجد الوقت
في بحثهم عن جواب، تحسست جلد يدي بالجدار ولم أجد الوقت يجثو كنسر عليها، ولم أرى إلا بلادا تسير ممزقة في أزقة سجانها. ربما قلت أن المساء انقضى أو مضى أو أطل الصباح، وهذا الذي تحت وقع هراواتهم سكب الوقت من فمه واستراح. لا أقيس الزمان، إنني أتذكر مستقبلي مثلما أتخيل ماضي، لا شيء إلا الذي هو يجري هنا الآن يحدث، لا شيء يمنعه ويعود كنهر إلى الجريان. لا أقيس الزمان، يتكرر تفصل ما بينه واستعادته خطوتان، هما نصف هذا الطريق الطويل إلى نفسه، كلما وقعت خطوتاه على نفسه تنهضان. لا أقيس الزمان، وأسمع من خارج الوقت صيحته مقبل موعد المهرجان. لا أقيس الزمان، فلا ساعة في يدي كي أشير إلى الوقت ثم أقول متى، لا أقول سوى مقبل مقبل وأتيت. شكرا. نشكر الأستاذ مهدي سلمان على قصيدته، والآن مع قصيدة أخرى للشاعرة سوسن ذهيم. موجودة؟ الطريق المؤدي إلى المهرجان، من ديوان إليك أيها الوطن إليك أيتها الحبيبة، للشهيد سعيد لويناتي. تذكرت قد جاءني وجهها في المساء، استعدت الملامح، كانت رصاصية اللون ووجه تفوح الأزاهير. قالت وكان المساء يغط قليلا، أتذكر لحظة التقينا في الطريق المؤدي إلى الموت؟ قلت نعم، والتمست الفجاعة، كانت طريقا إلى الرفض. هل تتذكرين البلاد التي أودعها المتاهات؟ روما تذكرتها زهرة لم تمت، والقلاع التي خبأوني بها لم تعش. قالت أنا والحياء يلف ملامحها الأنثوية، هذه بلادي أعانق فيها ارتجاجاتها. لحظة الدفء كنا نعيد الكراريس أبياتها، والأنبياء يجيئون. قديسة قريتي والجدار احتمينا به، برهة جاءت اللحظة الفاجعة، لم يعد وجهها حاضرا، خبأوه، اعتراني الألم. قلت أين الحبيبة؟ أين الطريق المؤدي إليها؟ ولاذ الجميع إلى الصمت. هذه هي المهزلة، كيف أعيد الحبيبة؟ جند يسدون وجه المنافذ، سجن يضم العصافير. قلت احترقنا، أفيقوا هنا الورد، هل تذكرون؟ العصافير نامت، وكان المساء يعيد التذكر. من يستفيق؟ البلاد تحاصرنا، ثلة من جنود الخلافة، وحش يشرع أنيابه للقتيل. اختبأنا إلى حين كان الرصاص يئز، الشوارع كانت هلامية. فجأة حاصرونا إلى السجن كنا نروح معا. طفلة من بلادي مع الليل ذابت، وذاب الطريق المؤدي إلى الخوف. من يذكر اللحظة الفاجعة؟ كان جند الخليفة صفا من الحقد يرسم وجه القتيل ووجه الشهيد ووجه الذي كان توا معي. أودعوه القلوب التي لن ترى السوء، لكن ترى الأنبياء التي تحمل الريح أسماءهم. صحت أين الطريق المؤدي إلى الموت؟ قالت تذكرته، هذا هو الجسر. هل تعبر الجسر؟ قالت حشود من المتعبين تردد لحنا على شكل أهزوجة، والشوارع بحر من الناس ملتفة.
قرب هذا الطريق المؤدي إلى العرس والمهرجان. التففنا معا. قالت الآن: همسا هو الدرب، هل تقدم الخط؟ قلت: أسرعي، إنني أبتغي المهرجان المؤدي إلى العرس، صوب الجموع التي أرهقتها العذابات. كانت جموع تردد لحنا على شكل أهزوجة تمنح الدفء في الليل. قلت: أسرعي. فجأة: هذا هو العرس والمهرجان المؤدي إلى الخبز، هل تذكرين؟ احترقنا رمادا. هتفنا الأهازيج والناية لون يبعثر ألحانه. في المساء استمعنا الحكاية، حروف تمزق إغفاءة الخوف فينا. اقتحمنا حدود اجتياحاتنا، والهتاف يعاود ذكر المجاعة، والهتاف يعاود ذكر المجاعة والنار والظلمة المستقرة بين الشواطئ. هذا طريق يعمق فينا صدى الحلم، يخطو بنا، يكشف الزيف من وجه طاقية الصولجان المخثر بالظل. استراح الجميع، سلذت بنا جولة الظهر، سرب من القمل في رأسه لعنة الحكمة، لعنة الحكمة البائتة، كان يصحو على وخزة الخوف. سرب من الضفدع الأردني الذي يرسم الدرب وحشية. في المساء استحالت بلادي حرب وعشق، وصار اقتحام المجاعة فينا. طريق يهدد نعش المصلين، جند على هيئة القمل والضفدع الأجنبي المعلب، يخطو بطاقية من حديد على جانبيه ارتعاش. قذفناه، لم نعبأ الآن، سرنا. كتبنا على وجنة العشب والماء والشجر الأبيض، كتبنا على وجنة العشب والماء والشجر الأبيض اللون ذي الرعشة الراعفة. وطن حر وشعب سعيد، هتفنا جميعا من الفجر، جئنا جميعا. صحونا، كتبنا على البحر إنشودة للمطر للحلم للماء. رجعنا الصدى، قلعة تستضيف المجاعة والناي. كنا ندور، الشوارع كنا ندور، الهتافات كنا ندور. التففنا على ساعديه الوطن، يرسم الظل خطوا فخطوا. صعدنا الممرات دربا، مشينا الوعورة، لكن تفاجأنا الصلوات الغريبة حين استفاق الجميع. المناشير خبز ورائحة الرعد فيها. السنون المضت، من يفيق السنين المضت؟ فارس يزرع الشمس في الأرض. حلم هو العرس. عشرون دهرا من العمر حلم، هو الشهر تنبت فيه البلاد ولادتها المستفزة. يستشرف الشهر أن يمحي، مقبل موعد المهرجان الذي نكتب الآن تاريخه. حينها نرقص الليل كله ونخفو من التعب الفوضوي الذي أرهق القلب والرأس. 20 عاما ولادته الراهفة. جيم تاء واو باء. حلم هو العلم، حلم هو العمر، إغفاءة، فجر الرعد فينا صغارا، حكاياته التي ترسم الخطو للثورة القرمطية فينا. فجر الرعد فينا صغارا، حكاياته التي ترسم الخطو للثورة القرمطية فينا، وتنبت شكل انتفاضاتنا القادمة. أنت يا زويا لك القلب فغني وارقصي، واعزف اللحن جميلا مثلما تعزف كل السنبلات، ودع الحزن على قارعة الباب يموت. فغدا يأتي بابا، وغدا يزهر حقل الماء، والشارع يغدو أغنيات، وطيور النورس الباكي تصحو وتغني الفتيات مثلما غنت زهور الحقل في يوم الربيع. مع هذه الكلمات الجميلة المملوءة بالأمل، ندعوكم إلى وقفة تضامنية مع الشعب الفلسطيني، تنظمها جمعيتي التقدمي والتجمع القومي، يشارك فيها مجموعة من مؤسسات المجتمع المدني وشخصيات فنية وأدبية، وذلك مساء الثلاثاء القادم 19/12 الساعة 7:30 في المنبر التقدمي. تصبحون على خير.